في موضوع آخر، شارك 87 عارضا في الطبعة الثالثة للصالون الدولي للاستثمار والصناعة والبناء والطاقة والتصدير المنظم بمركز الاتفاقيات محمد بن أحمد بولاية وهران. جمع بين المؤسسات الوطنية العمومية وكذا الخاصة وفروع لشركات أجنبية ناشطة بالجزائر، وذلك لتوفير فضاء التبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين وخلق فرص للشراكة والاستثمار المنتج بين هذه القطاعات الحيوية. كما سيتم برمجة محاضرات تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار شروط عقود التأجير وأثرها على الاستثمار. التغطية لمراسلتنا كريمة سواك. هذه الطبعة الثالثة، عندنا 87 مشارك من شركات وطنية، أغلبها شركات وطنية، والصالون الشيء الجديد فيه هو مشاركة الشركات العمومية بقوة. يعني أول مرة بالنسبة للصالون احنا ننظموه، كاين أكثر من 50% من عدد المشاركين هم شركات عمومية. هذا الشيء بشر بالخير، لأنه مسيري الشركات في العمومية بدأوا تدخلهم ثقافة الإشهار وثقافة الخروج من القوقعة، نقاوي نحو الفكرة أن الشركة دولة تصرف عليا. مونو إلكتريك هي شركة جزائرية لتصنيع تصنيع وتوزيع الأدوات الكهربائية. هذه المشاركة الثانية تاعنا في الصالون تاع باتي ويست. On est très content d'être ici. C'est la société Concorda L'Espia. C'est une société 100% algérienne. Bon, la domaine dans la peinture et ses dérivés, on a variété des produits. Je vais me présenter les produits algériens Arfobé Akhtar. On a une société familiale. On est spécialisé dans la distribution de matériel électrique pour l'industrie et pour le bâtiment. C'est une société qui existe plus de 50 ans, touche tous les équipements industriels et le bâtiment pour la partie électrique.